تقول فضيلة الشيخ، تقول هذه السائلة: قرأت في كتاب الوابل الطيب لابن القيم عن الخشوع في الصلاة، فقال الناس في الصلاة على 5 مراتب، منها الظالم لنفسه وهو الذي لم يكمل الوضوء والسجود والركوع، فهذا معاقب. من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها ووضوئها لكنه ضيع الخشوع وذهب مع الوسواس، فهذا محاسب. فأرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا، هل المحاسب معناه أنه لا يعاقب ولا يدخل النار بسبب ترك الخشوع؟ إذا حوسب عوقب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عوقب. الحساب إذا كان حساب مناقشة فإنه يعذب صاحبه، أما إذا كان حساب عرض فقط فهذا لا يعذب. أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. نعم.